بقول في ألقاب أطلقوا علي النجم العربي العالم العربي، أنا بحب السنديانة الدمشقي. أها. لأني بنتمي لمجتمعي. لمجتمعي لبلدي، وأنت لما بتقول السنديانة الدمشقية معناته أنت عم تكبرني ببلدي، ومع أنه يعني شجرة السنديان لها شهادة لها بتضل مطولة ومعمرة وهذا حلوة. أنا مثلا هي رش السيدة رشا شربجي، يعني هي هذا بيقوموا بياخذوها الكل، بتصير بتصدقها، لأنه يعني بصير كأنه حدا عم يستنى أنه يعطوك لقب ما مشان هن يتبنوا، والله بيقولوا لي والله بيلبق لك. هلا مثلا عرابة الدراما السورية مثلا، يعني بحب هذا، يعني بحسها، بس بعد شوي عمري ما طلبت أنا إذا حطوا اسمي يكون عندي لقب. عمري أنا طول عمري كنت أقول أنا عندي شيء جواتي، غابات أمازون في شيء لسه ما اكتشفوه، كنوز في جواتي ما بعرف لأمتى بقدر بعطي. أنا بضل مثل لحتى أشعر أنه بيوم من الأيام أني أنا مالي قدراني أقوم من تختي وروح على شغلي، وأنا سعيدة رايحة أقابل حبيبي. كل يوم أنا فيه عندي تصوير بروح عم بتشيك، حتى لو بدي ألعب دور مرأة فقيرة، أني أنا طالعة قابل حبيبي، هو حبيبي هو فني.